من الحلقات الخاصة ومثل ما عودناكم كل أسبوع الشيف اليوم رح يعطينا أطيب الوصفات من البطاطا الحلوة. هاي ملك. هاي. كيفنا اليوم؟ الحمد لله تمام، كيفك انت؟ مشكور الله. شو في عنا اليوم؟ صوم بطاطا حلوه. ايه؟ كل شيء بيتعلق بسويت بوتيتو. ايه. بنعرف بطاطا حلوه هي اجت اكيد من جنوب امريكا. في كثير هلا بلدان بيزرعوها. بطاطا مبدئيا غنيه بالنشويات. ايه؟ بس نفس الوقت غنيه كثير بانتي اوكسيدنت، مضاد الشيخوخه. وحتى بيساعد على تخفيف الالتهابات بالجسم، اما منع الالتهابات تصير بالجسم. فلذلك هو من الاغذيه اللي كثير مهمه، حتى يعتبر سوبر فود. البطاطا حلوه، فينا نعملها كل شيء، فينا نعملها مقليه، مشويه، مسلوقه، بيوري، باي، اي شيء. وبامريكا كثير تستهلك خاصه بعيد الشتويه مثل عيد الميلاد، عيد راس السنه، محل بيكون في سقعه كثير بتدفي. فهلا حنعمل كم وصفه منهم. اوكي، اول شيء حناخذ نعمل بوتيتو سكينز. حناخذ بطاطا مثل ما هي بقشرها، حنفوتها على الفرن. خليها تستوي، حتى مايكرويف اسرع. اوكي. تستوي شوي، بدنا نقصها بالنص وبدنا نشيل اللب تبعها ونخلطه مع حليب، يعني نعمله طبخه ونفوته على الفرن عن جديد لياخذ، نعمل جراتان مع بعضها. اوكي. قد ايه تقريبا بنحطها؟ تقريبا شي 5 دقائق بالمايكرويف. اوكي. اسرع من الفرن واسهل، بتطلع بسرعه يعني. اوكي. هلا حنحضر بما ما استوت البطاطا الحلوه، حنحضر الطبق الثاني اللي هو الباي. حناخذ بطاطا حلوه. على طول بنشوف بتعمل فطائر يعني على مثلا نكهات متعدده. ايه؟ غريبه شوي على مطبخنا العربي. لانه بتعرف يعني الخبز هو من الـ من الـ الوجبات اللي على طول، يعني اما مرافق للوجبات على طول بتلاقي في خبز جنب الوجبات. اما بتبلشي وجبتك بخبز مع زبده، اما بتاكليه مع الاكل. فالباي حلوه، بتحفظ الخبز بتضلها جوا بقلب العجينه. بس تكسريها هيك بتعطي الصوت الحلو. فلا مهمه يعني الباي. طيب بالمطابخ العربيه. ايه؟ انسى الحلو. ايه؟ شو في هيك طبخات مالحه من البطاطا الحره؟ البطاطا الحلوه. ايه سوري، البطاطا الحلوه. ما كثير يعني عندنا بلاد الشام ما كثير بيستعملوا البطاطا الحلوه الا شوي او مسلق. بس مش موجود كثير بالطبخ تبعنا يعني. ما بتستعمل كثير. بس هلا بالعالم صار عم ينتبهوا، يعني كل العالم. صار في فرنش فرايز على سويت بوتيتو.